معي من جدة دكتورة وفاء الخضراء، استشارية التغذية العلاجية. مساء الخير دكتورة وفاء. لماذا، لنبدأ بما انتهى به الخبر، لماذا ربط هذا الموضوع بالأداء الدراسي حتى في المستقبل؟ نتيجة الخمول اللي بيصير عند الجسم، الإنسان بيكون ما في رياضة، ما في حركة، صار في عنده فقط خمول شديد، إن كان بالدورة الدموية أو بالتفكير. فطبعا هذا بيؤدي إن الإنسان ما عاد يشغل تفكيره مظبوط، غير إنه بأشياء اللي صار في انطباع فيها، إني أنا بستمتع في إني أتناول الوجبات الغذائية اللي بشوفها بالتلفزيون، وأنا أشاهد أي نوع من الأفلام أو من المسلسلات. فبالإضافة إنه في بيصير ارتفاع في بيصير في عنده زيادة بالوزن نتيجة نقص الأنسولين اللي موجود عنده، لارتفاع عدد الخلايا الدهنية اللي عنده. الموضوع طبعا شائك أكثر بكثير من هلأ، ما بقدر أشرح لك إياه بهالخمس دقائق، ولكن لازم إحنا نحد من الوقت اللي بيشوفه الطفل على التلفزيون أو بالأفلام، وتناول الوجبات اللي عالية بالسعرات الحرارية. طيب، في عوامل كثيرة يمكن، وانطلاقا من هيدا عم تقولي إنه الموضوع بياخد وقت دكتورة وفاء، يعني موضوع الساعة مثل ما ذكرتي، موضوع في تسلية دائما أمام التلفاز، هذا يجعلنا من دون أن نشعر بنأكل حتى لو أشياء مثل تشيبس وشوكولا واللي هي أخطر، وبنفس الوقت الجلوس، يعني كل هذا يدفع إلى البدانة آخر النهار. مظبوط، ما هي صار في اعتقاد كامل نتيجة إنه بيروحوا على السينمات، فهو بالسينما لازم يشتري البوب كورن وياخذ درينك وأشياء ثانية. صار في اعتقاد كامل أو تصديق بإنه أنا لما بدي أقعد حتى في البيت وأتفرج على التلفزيون على فيلم أو أي برنامج، لازم أحط قدامي طاولة كاملة فيها جميع الأشياء اللي هي شوكولاتات، بيتزا، سندويشات، كلياتها بتكون عالية بالسعرات الحرارية، وأنا ما عم بتحرك، ما عم ببذل مجهود، فعم باخذ سعرات حرارية عالية، وأنا قاعدة ساعتين ثلاثة أربعة بخلص بحط راسي وبنام. إلا إذا حسب كمان نوعية الأكل يلي عم يأكلوه، على وهن عم يحضروا التلفزيون، مراهقين أو أطفال، إذا ما تحدثنا عن هذه الدراسة، يعني ممكن أشياء أقل ضرر من غيرها، يعني خفيفة بالسعرات. إذا كان قاعد عم يأخذ مثلا صحن تبولة، صحن فتوش، أخذ شغلات مثلا شقفة صدر دجاج مشوي مع صحن التبولة، ما هذه حتشبعه، لكن ما فيها سعرات حرارية عالية، ما يكون في شوكولاتات ومكسرات ومشروبات زي البيبسي والأشياء الثانية. في اختلاف بنوعية الأكل اللي أنا حغذيه فيها، وبنفس الوقت ما لازم يقعد فترة طويلة قدام التلفزيون، لازم تكون الحركة هي أكثر ساعات اليوم. أو ما تنسي صحيح، ما تنسي إنه إحنا كمان بنقعد في المدرسة، يعني هو الطفل قاعد أو المراهق قاعد في المدرسة 6 ساعات 7 ساعات، طيب وبيرجع على البيت بيقعد ساعة أو ساعتين عشان يعمل الواجبات والدراسة، بعدين برضه بيقعد على التلفزيون كمان ساعتين ثلاثة، إذا وين الحركة؟ طيب ما بالنهاية يعني دايما الحكي الصح هو طبعا مع احترامنا لحكيك بس موجود وبنعرفه، بس في بديل، يعني بده ياكل شوكولا بده ياكل شوكولا، بس في على الأقل يعني مثلا بالأسبوع مرتين، يعني لمال درجة اللي مقبول فيها يعني الموضوع. أولا لازم الطفل لما بيكون جوعان، يعني الطفل مو زي الكبير، لازم إحنا نعطيه وجبات الرئيسية وبناته سناكس خفيف. فأنا لو أعطيته سناكس بتوين الوجبات بين الغداء والعشاء، أعطيته تفاحة، برتقانة، موزة، شغلة، فروت سالد، أي شغلة، أوكي، وبعدين طلب مني شوكولاتة، فبعطيه فرضا أي نوع، في ربعة مش نصة، ربعة، فأنا ما حرمته من الشوكولاتة، وهو حس أنه أكل الشيء اللي بحبه، لكن ما حيكون على جوع. الإنسان على جوع رح يطلب لك بده قطعتين وثلاثة وأربعة ويمكن يأكلها كلياتها. فالبديل أنه إحنا ما نخلي في جوع بين الوجبات للأطفال، بعطيش أكل صحي يكون هيلثي، يعطيه الفيتامينات والفايبر،
بعدين بعطيه شقفة هالشوكولاتة اللي بده إياها حتى لو كانت كل يوم، بس إذا أعطيته شقفة صغيرة غير ما أعطيه سوري ما بدي أقول أي نوع من أنواع الشوكولاتات، بس أعطيه حبة كاملة من الكبيرة. صحيح، غير ما يكون جوعان سيدي ياكل أكثر من غير ما يحس، يعني ممكن يستبدله بأكل. كل ما هيك يمكن دايما بيقولوا لنا ما تروحوا على السوبر ماركت وانتم جوعانين، تصيري تجيبي اي شيء وتسكجي بالاشياء هيدي السريعه، شوكولا وتشيبس. شكرا من جده دكتوره وفاء الخضراء استشاريه التغذيه العلاجيه.